السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الذي يجمعنا بجمال مروان العضو بالمجلس الجماعي للدريوش المكلف أيضا بالتعمير وإعداد التراب الجماعي بذات الجماعة. جمال مروان مرحبا. مرحبا وأهلا وسهلا. مع أيضا الزميل حسن بلال. وللتذكير في هذا اللقاء الصحفي مع جمال مروان يتم بالاشتراك بين موقع الدريوش سيتي وموقع الدريوش اليوم. حسن بلال مرحبا. حبذا لو فتحت الأسئلة ووجهت السؤال لي. شكرا سي سعيد. إذا مشاهدينا الكرام كما قدم الأخ سعيد الغال، ونظرا لما يروج حاليا في الساحة أو نقول حديث الساعة خلال هذه الفترة المتعلق بتعليق أو تأجيل دورات المجلس البلدي دريوش، في حقها هذا هو الهدف من هذا اللقاء. طبعا إلى جانب أسئلة أخرى سيتفضل بها الأخ سعيد الدرغال. سي جمال أهلا وسهلا بك مرة أخرى. الناس تتسألوا حول البلوكاج اللي تتعرفوا البلدية الآن، تأجيل العديد من الدورات منذ شهر ماي الآن وخلال الدورة الأخيرة. رئيس البلدية اتهمكم بعرقلة التنمية وتأجيل الدورة باعتبار أنكم أنتم كفريق أو كصوت معارض للمكتب، فبالتالي أنتم، يقول الرئيس أنكم أنتم من طلبتم هذه الدورة وأنتم من وضعتم نقط جدولها، وبالتالي اعتذرتم عن عقدها. يعني كتوضيح للرأي العام المحلي، شنو السبب الحقيقي وراء هذا التأجيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا الأخ سعيد، ومن خلالكم نرحب بموقع الدريوش سيتي ونرحب بالسادة وسيدات الزوار ديال الموقع. نرحب بالسي حسن بلال، ومن خلالكم كنرحب بموقع الدريوش سيتي، ونرحب يعني متابعي هذا الموقع. أشكركم على الحضور ديالكم هنا معنا. كنشكركم على الاهتمام اللي كتعطيوه يعني الشأن المحلي. يعني حاولتوا يعني تفاعلوا مع هذا الشيء، الحراك اللي كنسميه انا الداخلي، يعني غير داخل في المجلس الجماعي ديال الدريوش. وكنشكركم على الاهتمام، يعني الاهتمام ديالكم يعني المتزايد يعني يعني بالقضايا المتعلقه يعني بالسير ديال المجلس الجماعي ديال الدريوش. السؤال ديالكم يعني اللي قلتوا بان احنا كنعقلوا السير يمكن العادي ولا درنا بلوكاج، يعني كاين مجموعه ديال المصطلحات ديالت. انا شخصيا انا كيبان لي الجماعه راه كتمشي، يعني جماعه خدامه. انا كنبشر يعني القطاع المكلف بها، القطاع ديال التعمير، انا كنحضر كنسني كندير امور عاديه. الزميل حسن بلال اللي تحدث عن الدورات المسؤوله. غادي نجي الدورات، غادي نجي غادي نجي. لا ولكن حني بغيت شويه حتى نتفاعل، يعني نتفاعل شويه، يعني ما قيل بان راه كاين بلوكاج، كيبان لي كاين بلوكاج. الدورات ديال المجلس، يعني الدوره اللي ما انعقدتش، يعني الدوره العاديه، دوره ماي اعتقد، دوره ماي ما انعقدتش فعلا. انا من الناس اللي ما حضروش، ولكن خصنا كل حاجه نديروها في الاطار ديالها. حضرتم في الجلسه الثالثه؟ حضرنا الى بكل حاضر. يعني نعم حضرنا، ولكن السيد الرئيس ما كملش الدوره ديالو، ما عرفناش السبب. انا بغيت نهضر غير علاش ما حضرناش الدورتين، يعني الدوره يعني الاولى والثانيه، الجلسه الاولى والجلسه الثانيه. انا بالنسبه ليا انا كنعتبره واحد الاحتجاج، لان انا من الناس يعني في التسيير. احتجاج على ماذا؟ على الرئيس، الطريقه ديال التسيير. انا في المكتب، يعني انا معني بالتسيير. كيفاش هاد الدورات اللي كنديروها؟ نعطيك سير بان ديك الدوره ديال الاخر ما درناش اجتماع ديال المكتب. يعني هنا اللي فهمت ان الرئيس كيستحوذ على القرارات ديال المكتب. ماشي كيستحوذ بها، ماشي كيستحوذ. مي بالا ما راهش انا غايبه، هو ما مسوقش، لو كان كيستحوذ انا حباله.
ما مسوقش ما مسوقش بهذه اللغه ما مسوقش. وكنقول لك راه كتسجلوا هذا الشيء اخ سعيد. ما مسوقش النقطه المحوريه الجواب والتوضيح ديال سبب انعقاد اخر دوره او اخر جلسه. لا غادي انا خصني هذا الشيء كنديروا في خصني نسترد الاخر نديروا في اطار ديال التاريخ. وكنقول لك انا علاش ما حدش فيك كيتحمل المسؤوليه ديالي انا امر الراي العام. الناس اللي صوتوا علينا صوتوا علينا حنا طلبنا منهم يصوتوا علينا باش غادي نخدموا المصلحه العامه. هاد الدورات اللي كنديروا عندهاش واحد البعد التنموي استشراف المستقبل شنو خصنا نديروا. كاين اللي نديروا الدوره اللي من القانون كيفرض علينا كدير الدوره كتصوت غير يقول لي انا كنطرح السؤال على 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 راسي اللي في المكتب كنسير شنو درنا هذه تقريبا عامين لا شيء. اذا حنا انا كنحتج خصنا ندير واحد الوقفه خصنا نوقفوا شي واحد خصك توقف فين غادي؟ نقول نكذبوا على المواطنين، أنا ما جايش نكذب على المواطنين، أنا جاي نخدم ندير واحد في البداية كنت مساندا رسميا للرئيس كنت مساندا رسميا لأنك كنت كتوسف بأن كنت تدافع عنه أيضا كنت تدافع عنه علاش غادي نجي لك؟ إن هذا الشيء اللي بقى فيا أنا، حنايا أنا وياه درنا ميثاق ديال الأغلبية تحلل ذاك الميثاق اللي داروا يعني خذا واحد الطريقة أخرى ما باغيش يخدم ولونطوراج ديالو ما باغيش يخدمو خصهم يبلوكو. انا درت معاه اتفاق على اننا خصنا غادي نخدمو المصالح ديال المواطنين ونديرو التنميه. شنو التنميه اللي درنا؟ ايوا نتوما غادي الاخوان انا كنجي يعني انا كنشد الذات ديالي كنقول الحقيقه المجلس اللي ما عندوش واحد خطه عمل ما درناش برنامج ديال الجامعه واحد ما كاينش برنامج ما كاينش كان واحد الماده 81 واحد الخطره كنا هضرنا انا وياك من الماده 81 باقي ما خرجت الماده 81 حنا درنا واحد البرنامج وصيفط مجموعه ديال الجهات باش يعطيو لنا البرامج بزمع يعني التنفيذ في الدريوج ما جاوبنا حتى واحد. اذا حتى اللي درناه غير كنضحكوا على الناس على الاقل نديروا واحد البرنامج ديالنا حنايا برنامج ديالنا غير بيناتنا نقولوا مثلا غادي نقضيو على مثلا هاد الاوساخ اللي كاينه هنا مثلا هاد المسائل هاد الويديات اللي حنا مسكين فيهم فيهم كيرجع لهم ولا يعني يكون عندنا غير واحد اربعه خمسه ديال اربعه خمسه ديال النقاط ولا ديال الملفات حول ما امكن يعني نخدموا عليهم. هنا كان الرئيس او المكتب المسير كان طلق واحد المشروع ديال النظافه سمى جميعا من اجل مدينتنا. فبالتالي حنا شفنا غير كوب لايك ملاصقين في الشاحنات ديال النظافه ولكن ما شفناش واحد الانطلاقه فعليه. هو كان اعلن على واحد البرنامج ديال او مشروع ديال النظافه بشي تحت شعار جميعا من اجل نظافه مدينتنا. سي سعيد غادي نشارك في حدا بالتاكيد كان راه كان مازال مساندا. غادي نقول لك انا غيطلقوها ما كنتش انا بعدا نقول لك الصراحه انا غيطلقوها انا كنت العمليه انا ذاك شهر 15/6 كنت درت العمليه في ذاك الوقت. انا ما حدش جيت دخلت يعني كنقول لك من يعني ماشي مشكل. الغريب اللي وقع انا ملي كنبقى عند السنه الفريده كان عندنا واحد 300 ألف درهم ديال المياومين كيقولوا هنا معروفين بالانعاشين. الدروش كان احسن حل هذا العام. انا شخصيا من الناس اللي اقترحوا واحد 65 مليون خرج برا كيفاش كيديروا الدروش نسخ اللي ما كاينش اراده ما كاينش. انا كنقول لك هنا الرئيس ما باغيش يخدم ما عندوش اراده باغي يخدم. انا احنا جايين دابا للدورات باش من احتجينا في الدوره الاولى ما درناهاش. انا كنحتج انا احتجاج انا باش نجي نبقى نسجل الحضور ديالي ونهضروا ندابزوا تما ونفعوا ونصوتوا ونمشيو بحالنا ما كيتنفض حتى شي حاجه على ارض الواقع. ملي جينا بمنحدر ديالنا باش جينا حنايا على الاقل ناقشوا ذاك النقاط بمرارة يعني مضطرين يعني مضطرين كنقول لك يعني انسحب واخا ماشي مشكل. حنا جينا خدمة المصلحة العامة مباشرة مشيتوا للعمالة باش تقدموا الاستقالة والاستقالة حنا راه إلا ما حاولنا غادي نعطيو استقالة ذاك نعطيو استقالة تحكي لنا على الاستقالة الحياتيات ديالها نعطيو استقالة نعطيوها بالآخر ديالها. دابا كل واحد يدير الاستقالة ديالو غادي تحت في مكتب ديالو دور ديال الجامعة ماشي السيد العام. ولكن واش غلطتو يعني في هذا النهار ولا أنا ما فهمتش يعني مباشرة قرار متسرع مشي عند العامل يعني ما فهمتش أنا يعني يمكن لك توضح مثلا أنك يعني توضح الرأي العام والمتلقي اللي كيسمعوا. لأن شنو لأن واحد الناس واحد
الدرجه يعني واحد الناس شنو نقول لك ما عمقش وصف الحاله النفسيه اللي كانوا فيها الاعضاء وذاك الاخر كان في موقع المسؤول يكون متزن لا مقيد بمجموعه قوانين ربما يخدموه لا انا ما كنفهمش السياسه ولكن بان لي يعني انا كنمشيو للعامل يعني كيعبر على نوع من نقول السذاجه السياسيه ولا لا هذا الشيء لا اش تقلق ممكن تقرا حنا يمكن خص تقرا بقراءه اخرى هذا هو غير واحد الانذار حنا عارفين نعطيو الاستقاله ملي ندوزو هذا غير واحد الانذار غير كما قلت انا عارف مغامره انه تخدم استقاله وتقبل بالتاكيد انه كنا عارفين كامل انه ما غاداش تقبل منه ولكن كانت خطوه يعني كانذار علاش تشوف علاش انا ما تقبلت واش غادي يصير لي نمشيو للصادق نمشيو للصادق المواطنين المواطنين لهذه الطريقه باش كيسيروا راه الاشكال في كاين انه راه تقدم الاستقاله ديال نتوما كاعضاء معارضه ماشي ديال مكتب المجلس كامل وبالتالي راه الساكنه راه تكون خاصها شوف شوف اسمح لي دابا كتسمع معارضه انا والاخت حسناء حنا كنشكلوا واحد خط ثالث كاين اغلبيه ديال الرئيس وكاين المعارضه وحنا كاين البديل فهمت ولا كاين يعني فهمت انكم ماشي في المعارضه مع المعارضه مع الفريق المعارضه اللي كاين دابا واحد ماشي معاهم لا كيفاش ماشي معاهم لا يعني ما راكمش يعني كفريق معارض لا. جديد شوف يعني شوف هما معارضه باينين من الاول خارجين حنا المعارضه في المكتب وخيار ثالث حنا عندنا واحد عندنا برنامج ديالنا المعارضه عندهم برنامج ديالهم ولكن كنسقوا معاهم ننسق معاهم يعني انتم يقدر تكونوا دائما ضد الرئيس ولا تكونوا معاه في شي حاجه اللي تنفع المصلحه العامه مثلا اعطيني انت مثلا فهمتش انا مثلا يعني هو مثلا يعني انا من خلال المعطيات ديالي وعندي معطيات يعني دقيقه يعني طلعت عليها واسترخص انه يعني 20 نقطه اللي كانت في الدوره الاخيره بالمناسبه هو يعني قبل ما ينهي الدوره جا عندك يعني رغبك هذا المفهوم انكم يعني باش تشاركوا في الدور و20 نقطه ان تحت المعارضه وهو قال لي نقولها صراحه كانه يعني كان تفق مع يعني الفريق ديالو باش يوافقوا معكم على جميع النقط ودوك النقط فيها مجموعه من الاشياء اللي مثلا بحال اقتناء بعض الاراضي مثلا كاين اللي كتطلب بعض الاجراءات القانونيه اللي خصها تسرع علاش انتم ما فكرتوش بهذا التفكير هذا هو اول سؤال اللي طرحه الرقم يجاوبني شوف 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 محمد الدين الرئيس ما يغلطكمش لا لا انا نقول فقط انا نقول كصحفي نقول فقط لا شوف انا كنسير معاه يغلط كيقول تعطلوا هل اعطيتك الموافقه نزع منك فيها الفلوس اسمح لي فيها الفلوس اعطيتك الموافقه رفعت يدي صادق المجلس هو المقرر صادق المجلس بشراء القطعه باش نشريها لا مابقاش نكذبوا على انا هذا الشيء كيعجب انا الواقعي خصني نكون واقعي عندي باش نشري ما عنديش باش نبقاش نضحك على الناس ولكن راه كاين اجراءات من هذا ما يتسابق على هذا وانت واخد الاجراءات ديال اقتناء قطعه ارضيه راه من بعد تيوقع عاود البحث عن الموارد الماديه ونحكي لهم العاود نجيو نديرهم حنا دايما هاد المواطن نبقاو نكذبوا عليهم غادي ندير لكم سير ونقاط اخرين مثلا اللي كاين غادي شوف غادي نقول لك انا هاد الدوره انا غادي نقرا عليك دعم الجمعيه اللي كنت انا غادي نقرا عليك الدور شوف هو ان يعني اسمح الجوج اسمح لي ما عندناش جمعيه في الدوش ما كاينش مجتمع ما كاينش جمعيه ما كاينش مجتمع ولا جمعيه واحده اسمح لي ما كاينش جمعيه تقدر توضح هذه النقطه ما كاينش جمعيه ما عندناش مناسبات اذا انتم ضد هذا انا ماشي ضد كنقول لك انا ماشي لا لا انا ما كاينش جمعيه شوف هادشي اللي كنقول شوف هادشي اللي كنقول لك دابا يلزموني لوحدي طبعا يلزموني لوحدي كيقول لك شو داروا هاد الجمعيات يقول لي اعطيني اسمح لي راه لا غيقول لي شو دابا انا شوف انا الجمعيات يلزموني شو دار واحد النقطه سير هاد النقطه دابا انا تتلامس شي شويه واقع يعني شويه هذيك شويه تتهمني حتى انا راه الجمعيات باش انك تتعرف على الانشطه ديال الجمعيات راه ماشي هما دوك المهرجانات ودوك الانشطه في الشوارع راه اذا بغيت تعرف الجمعيه خصك تتبعها راه كاين مجموعه ديال الجمعيات كيقدموا خدمات ما تعرفها لا انت ولا المكتب ولا الرئيس ولا الا السلطات الى بحتاج تعرفوا العمل ديال الجمعيه الجمعيات خدامين مع الجنون لا خدامين مع الفئه الهشه وخدامين مع اسمح لي
لا لا المختار اسمح لي جمال، راه المشكل ماشي قد الجمعيات اللي ما خدي ما كاينينش، راه نتوما اللي ما كاينينش ما تبحثوش على الجمعيات. واش انا بحثت لهم اللي لا نتوما اسمح لي عرفتي اسمح لي نقول لك خصني نفرق الوجود ديالو ونفرق الوجود ديالو ما كنعرفوش. واش نتوما راه كيشوفوا لا اسمح لي استاذ جمعيات الرياضيه احييهم جمعيات الرياضيه. لا نقول لك عند هذه النقطه عندهم ميزانيه بوحدهم ما تخرجش معاهم اسي جمال هذوك كيخسروا كيلعبوا هذوك اسي جمال اسي جمال شنو كيدير كل واحد عنده نشاط. لا اسمح لي هذيك هاد النقطه خلي هذوك الواضحين ديال 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 الكره والمصاريف ديالهم هذيك لا تناقش هذيك راه مسطره هذيك انت نهضرك على الجمعيات تقول لي ما كاينش جمعيات راه كاين جمعيات هنا نتوما ما عارفين عليهم والو كمسؤولين في المسابقه راه كاين جمعيات اشي كاين جمعيات مساهمه في اليد العامله في اليد العامله تخدم بزاف ديال الناس واحد العدد ديال مجموعه ديال كاين جمعيات تتقري الناس هذوك اسمح لي اسمح لي كاينتا اسمح لي تهضر بالعمدة ما عندهمش الدعم ما كاينش الدعم هذاك اه ماشي مشكل ديال راه ما كاينينش هذوك نعطيك واحد النقطه اخرى لا لا شوف ما كنهضرش على هذوك واحد النقطه سي جواب لا غير اسمح لي باش هذه المغالطه اللي اسمح لي انا كنهضر لك على الجمعيات اللي بحثوا حتيتو ما هذوك اللي كتقول انت كيخدموا الناس كيعطوا الملفات هذوك اه حافظين انت على ولكن انت قلتي ما كاينش مجتمع مدني في الدرج هذه النقطه هذه انا مغلوطه وخاطئ وخصك تسحبها لان لا 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 هو قال ما كاينش مجتمع لا لا حنا في المجال الجمعيات شوف هما الناس ولكن كان مدافع عن الواقع اسمع شوف اسمع لك واحد القضيه شنو النشاط اللي كاينين اللي كنشوفوا هنا دروش بعد طلع يعني 366 على 366 يعني بعد ما كاينش دوك كاين شي مجتمع مدني والنجاح والاستثمار واخا معليش انا غادي نجيب لكم الدوره قلتوا حنا الدور اللي الدور ما حضرناش انا كنت هما اللي عرفتوا الدور على حسب الرئيس وقال انكم يعني استخفتوا به لان جيتوا ومشيتوا لواحد المجتمع ديال وتصورتوا انا ما فهمتش بعد انا ما فهمتش لحد الان جيتوا للبلد ديالي وتصورتوا جيتوا المكتب ديالي علاش جيتوا علاش جيتوا علاش دخل علاش جينا؟ علاش جينا؟ لان حنا ماشي ما بغيناش نحضروا الدورات انا غادي نقول لك علاش ماشي تعتبروا استهزاء انا غادي نقول لك ماشي استهزاء بالعكس انا غادي نقول لك انا كنقول لك الكلام ديالو فقط شوف اكبر استهزاء يعني اكبر اعتداء هذا كنقولوا على القانون هو اللي داروا الرئيس اعتداء تعدى على القانون غادي يقرا كيف انا غادي ها هي ها السيد علي ها الدعوه اللي صفت لك دعوه لحضور اشرف الدور شوف والله بالله عليك قرا نقرا عليك وبعد علاقة بالموضوع المشارك وطبقا لاحكام القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجامعات يشرفوني ادعوكم لحضور اشرف الدور الاستثنائيه 12 جوز 2017 صباحا بمقر جامعات دروش شمن يعطي اطر هذا شمن ماده ها قانون ها قانون شحال فيه الماده ها قانون ولكن شنو الماده شنو خاصو هنا الاداره شنو اللي ناقص هذا يعطيني شمن لان علاش يسمي الدور انا غادي نجي انا اخ جمال هنا لا اسمع شنو الشكل ما كاينش شكل لا ربما لا اسمع لي لا اسمع لي اسمع لي لا اسمع انا رجع غنبقى اسمع غنبقاو غنتبعوا مسلسل الانتخاب شوف راه هو اللي وقع راه غلط راه الا شوف راه الا فين كيهضر فين كيهضر هذا الشيء انا بالنسبه انا كيهضرني غير تاخذنا شي قرار انا كمواطن عادي لا ولكن شوف اسمح لي انا كمنتخب ولكن عندي الهم ديال المواطن خصني ولكن ولكن القانون راه القانون راه ملي كتسمع دولة القانون واش خصني نخلع القانون لازم انا غادي نجي غادي نجي باش كيدير المواطن انا غادي ولكن انا غادي نجي لك انا غادي نجي لك الراي جمعنا جوج ديال الدورات اللي جمعنا جمع مال ويجمع جمع جوج ديال الدورات المقصود يجتمع غنقول لك دار النقاط هنا 10 ديال النقاط دار ديال الدورات مالي العاديه اللي ما دارش ياك اللي صح منها هو والنقطه النقاط اللي درنا حنايا باش نديرو دوره استثنائيه جمعهم جوج النقط ذاك النقاط ديال الماده ديال الماء ديال الماء هذاك خصها تنعقد في اطار الماده الخامسه من النظام الداخلي الماده الخامسه من النظام الداخلي مشات هذا الماده ديال الماده الخامسه اش كتقول لكم كيقول لك الا تعذر يعني بمفهوم نعطيك غير مفهوم الا تعذر من دارش دوره من الدورات العاديه غادي تنعقد دوره استثنائيه يعني داك جدول الاعمال او دير غير نقاط يعني مستعجله ما تزيدش عليها
يعني 10 ملي زاد هو زاد مثلا شنو الدار ما عندهاش مشروعيه الدوره حنا حكينا على الدار اسمع المترقه اللي كيدرنا حنا باش نديروها في الدوره الاستثنائيه هذا كتحكمها الماده 36 الفقره الثالثه هذيك لزوما خصها تاع 15 يوم وباش دول اعمال محدث السيد ما تعقدش 15 يوم هذيك مشات اذا شنو خصو يدير الرئيس كان عليه يدير لنا الدوره ديال المي نكملوا الدوره المي العاديه عاد نشوفوا ما ديك الدوره اللي مشات بالنسبه لكم ما كاينش عندكم شي وسيله باش يعني توجهوا يعني هذا سميتو يعني هذه الرساله ولا هذا باش يصحح الامر قبل ما تجرى الدوره ولا ماشي لا كيدير العلاقه بينكم وبين الرئيس كيفاش العلاقه يعني الشخصيه والعلاقه العامه والعلاقه في بحيث هو انه رئيس وانت عضو ثالث بحكم يعني انه يعني تعني في قسم التعمير وهو عنده مهام اخرى كرئيس يعني ضروري العلاقه كي دايره بعد ما شقيتوا على المكتب ولا شي حاجه هكا وخرجتوا انت وحسناء وقالوا ان جمال هو حرضها وكذا الى ذلك شوف هذه الكلمه ديال التحريض هذا نقص يعني في حق الاخت حسناء الى تيا رشيده ماشي متسكره الاشكال انك انا خرجت معك ما فهمتش لان علاش احتجت اقتنعت يمكن عندنا داخل الجمال عاد لا لا احنا لا بالعكس احنا راه كنا هو كيقول انك تحكم فيها جمال لا لا ما كنتحكم فيها هذا الشيء يعني حشومه غادي تدير لك في الحق ديالك الانسان الا تاهي رشيده وتاهي قاريه انا ما كنتحكم حتى فشي واحد لان هذا النقاش حنا ما كنقصوش من هذا ما كنقصوش حتى شي واحد ما يوقع كنقول الاشياء كما هي تعرف لان حنا ما كناش جامدين كنا كنناقشوا هذه الشركه كيتناقش كنا كنناقشوا في الجامعه كنا كنناقشوا كنوصلوا غير انه كان في الكواليس وكان داك الشيء لان ما جاوبنيش على العلاقه بينه وبين الرئيس انا عكرش هذا هو المواطن حنا لا فقط سالتك يعني العلاقه بينك وبين الرئيس واش كتهضروا بيناتكم؟ لا اللي كنهضر معاه علاش ما نهضرش معاه؟ غير باش نذكر مازال ما خديناش السبب المغري استجابه غير وقفنا وجاوبنا على هذا السؤال. اجلتوا الدوره او ما بغيتوش تعقدوها تاجلها لان اصلا هي كانت مؤجله. الرئيس اتهمكم بعرقله التنميه لان كانوا قال لك بزاف كاين نقاط تما. انا اللي تنشوف حسب الماده ان الى 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 الدوره خصها تعقد في الاجال ديالها داخل 15 يوم اسبوعين زائد واش الرئيس معقد يعني ما عقدهاش في ديك الدوره واخا شفناها وهذا حتى هذا ماشي مشكل يعني الى ضيع الوقت غتزيد تضيع الوقت اكثر واش اللي هو مهم واش غير النقاط ديال جدول الاعمال ديال الدوره اللي طلبتو منه غيرها هي مسطر عليها الماده الثالثه جات نقطه ما كانت لا في الدوره العاديه ديالو ديال المي لا واش حيدا ولا ضافها لا 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 ضافها وفي الاشكال ضافها ماشي مشكل وعلى العاديه شوف اسمح لي لا غير اسمح لي غير اسمح لي بالله عليك كاع تبقاش حيدا لا لا غير اسمح لي ولكن غير اسمح الغريب بان القانون ما بقاش واحد كيدير راه حنا شنو كيجمعنا شكون كيحكمنا في المجلس هو القانون راه غدا ندير واحد الحاجه نقول له ما شنو فيها حنا حنا كاين الضرر اما شي امور نجتهدوا فيها لا اجتهاد ماهوش بالمصلح امال شوف هادشي فيه القانون فيه شوف حنا الا خرجنا على القانون غادي نمشيو شي حوايج اخرين حنايا ندافعوا على القانون حنا اللي كيحكم بالاعضاء بينا واش تدافع يعني باش تدافع على القانون ماشي على المواطن لا اذا نفع على القانون ندافعوا على المواطن ملي كيكون القانون باش كيكون دولة القانون واش كيخضع القانون خصك واش نخضعوا تحت يعني انا اللي استنتجت منه ان الرئيس رفض يخضع القانون بهذا التصرف هذا رفض ان يخضع للقانون ويجب ان يخضع للقانون ربما نقولوا احنا دارها بحسن النيه مثلا انا ما شوف السياسه ما فيهاش حسن النيه السياسه فيها قانون حضي راسك انا في المكتب استدعى المكتب نجدهم هما شنو ناقشوا هالنقاط ولكن كاين خلاف بيناتنا اسمح لي ما كاينش خلاف يعني ما فهمتش اسمح لي اسمح لا اسمح لي خلاف اسمح لي وتيقولوا خلاف كبير ما بغيناش نرجعوا احنا لا ولكن ولكن انا نقدر نرجعوا لشيء اخر شوف خلاف كبير في هالمسائل ديال السياسه ولكن الا انا جلس مكتوبه ولا ميساج ولا يقول لك اجي عندنا الاخر ديال المكتب الا ما مشيتش ديك الساعه كنت كنتحمل المسؤوليه ديالي دابا هو اللي كيتحمل المسؤوليه ما تحملش المسؤوليه دابا سي جمال دابا اسمح لي دابا كما قال الاخ سعيد ان دابا انكم تدافعوا على القانون وعلى الترتيبات وعلى ودابا هذا المواطن هذا اللي راه ما استفدش هذه الولايه كامله
ربما عام ونص دابا باقي ما شفتش من حاويه ديال النفايه طارو ديال الشطب ما درتوش وانتوما تدفعوا على طول. نعطيك واحد السؤال راه جاي هذه ب 2006 هذه 5 سنين لا 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 شفناها لا لا اسمع لي هذه 5 سنين شنو استفدتي منها شنو وقع لي 5 سنين قبل شنو وقع يقول لي شنو وقع شنو سالا ولكن حنا كنتكلموا على لا لا ما نحتاجش الى اليوم سالا اسمح لي بكل صراحه انا ملي شفت المجلس في البدايه قلت لي اول مره كاين مجلس في الدريوش يعني بالمقومات ديالو ولا وين المقومات ديال القانون هو الاخر على الرغم باش ندوز غير ذلك ولكن كاين نقاش ولا هو المجلس ما ندوزوش اسمح لي اللي جا دوز اللي جا دوز اسمح لي حنا الى نضبطنا القانون يا المواطن اللي كيجي اسمع ولكن كيجي المواطن سمع واه بصح ملي كيجي راه المصلحه العامه ملي كيجي المواطن كيقول له خصك تجيب القانون وحنا بعدا نتمت انت القانون اذا طبقنا القانون راه خصك القانون الرئيس شمن الاشكال اللي كان دار الدوره اللي عطانا له حنايا راه هو اللي عطل التنميه اش ما دارهاش انا بغيت جواب انتوما ما كتساعدوش لا لا حنا شوف حنا حطينا له اسئله 10 وعندنا لاكيزي ديالها علاش ما دارش الدوره يجاوبنا سي احسان حنا علاش ما دارش كتكلم على الدوره الاستثنائيه اللي كنا هو دار لا حطينا حنايا ما دارهاش يعني كاين شي نقاط ما دارهمش ولا دارهم بكل جمع يعني غير خرج على الاجل واحد ثلاثه ما راكش انت الصوره حنا حطينا له السيد الرئيس حطينا له الدوره في رمضان تبقى لي الماده 36 الفقره الثالثه عنده خص يديرها في ظرف 15 يوم يمكن ما عندكش انت هذا لا ماشي ما عندناش وماشي ما راهش لا لا راهي في الاطار ماشي علاش الاطار لا طبعا هو كان عنده عطله في رمضان حسب ما اعرف ربما الله اكبر لا لا راح انا دابا احنا ما نعرفش شو لا احنا الرئيس وحضر اسمح لي شوف ليله القدر حضرها دابا احنا ما يهمناش دابا انا ما كان دافع على الرئيس ولا هذيك ولا شي واحد اخر تقول لي كاين دابا فقط انا جاوب دابا هو عنده اعتبارات اخرى انا جاوب انا غادي نجاوب انا غادي نجاوب كان كنكون شي عطله كان عطله ربما انا كنت هنا نسال اليوم انا كنت هنا انا غادي نقول باش استمراريه المرفق العمومي الله يهديك راه المرفق العمومي خص يستمر استمراريه المرفق راه خصك النظريه ديال استمراريه المرفق العمومي انا غادي نسال اليوم كاع خارج الكونجي كاملين نسال اليوم انا دابا اللي كاين دابا اللي كاين لا ينغي هنا شكون اللي عرق التلميذ انا واش غادي نطر فكره هو كيقول لا شكون اللي سمع اسمع لا لا شوف دابا الاشكال اللي كاين دابا بجوج كيكون عارف التلميذ هو في الساعه كامل واش دابا الاشكال اللي كاين الاشكال اللي وقع بالضبط هو ان هذه المعارضه قدمت الطلب ديال الدوره والماده 36 تقول اذا تقدمت الاغلبيه الساحقه في المكتب بالنقطه بعقد الدوره يجب عقدها او استدعاء على الاقل ولا عقدها في داخل اجل 15 يوم وبجدول الاعمال بنقاط محدده هذاك الرئيس ما عقدهاش داخل الاجل ديال 15 يوم هذا شدوا معاه رحل ولكن حنا دائما بقاو علاش ما درتيهاش نهار كذا راك والقانون وين غادي ندير واحد الشوط اللي كتشوف على القانون غنقول دابا لا لا غادي نروح راه بعض المسائل القانون غير كيديروا في الرفض لا لا غادي نروح واش نقولوا الحق لا غادي نروح حنا عايشين في المغرب زعما ماشي عايشين غادي نروح ولا كذا غادي نروح راه السيد يعني يقمع المحتاجين وقال كندير القانون لا سمح الله يعني باش تقينا دغيا غير مؤخرا قبيله في مجلس النواب فتي تيقول لك لا على قانون وكذا وهذه شوف لا علاقه مع ذاك الموضوع مع الموضوع شوف تنقولوا باش القانون دايما زعما مزيان انتم بغيتوا 15 يوم ولا 20 يوم ولا في الشهر الو الخير وقت ما جاي نلعب هذا لا ماشي نلعب لا لا اسمح لي لا ماشي نلعب لا اذا كان شو كاين اذا كان 20 ولا شهر اه القانون شوف راه احترام المؤسسات خاص تحترم المؤسسات الا كان الا مؤسسه دستوريه اعتقد ماشي هو راه مؤسسه دستوريه خاص تحترم الا كان سي سعيد انه انذار باش ما تعاودش للمره اخرى باش ما تضيعش الوقت للدورات الاخرى اللي جايه سي جمال دابا بلوكاج وسيستمر يتحملوا الرئيس علاش ما بغاش يخدم التنميه للمدينه كيف دابا غادي يجي يحضر غادي شوف غادي يجي يحضر دابا شوف هذا اسمع هذا تكون تما من هذا البلوكاج وقفتوا اسمح لي اخ حسن خديت لك يعني تفضل دابا انتم وقفتوا الرئيس دابا بقيت يقول لك خصنا نحيوا الرئيس نحيدو حقو مزيان هذا حقو شحال كيطلبنا نحيدو هذا الرئيس كاع داك الشيء حنا اذا شي خمس سنين تمشي لا لا خدامين علاش وانا راه الناس اللي غادي يصوتوا انا ما صوتش لا لا غير غيندموا على ذوك الناس اللي صوتوا عليهم لا غيخلوا على شي لا لا غير اسمع حنا دابا عامين وحنا كنصوتوا شنو درنا اسمح لي اخ جامع راه كان عندك واحد النصيب مع المكتب دابا علاش علاش كيقول لك لا علاش كيقول لك هكذا كتقول لو كان لقينا داك الشيء كيتفعل
حنا الاداره علاش ما فكرتوش؟ اسمع غادي نقول لك عندنا اداره راينا خويا النبيل نختاروا اخفوا لا اسمع ما كاينش شي الموتين نقولوا حنا راه خصو شي حاجه وخلي نكمل الاداره ما عندناش اداره حنا ما عندناش مدير مصالح عرفتي ولا ما عرفتيش كان مدير مصالح قبل ولا دابا شنو غادي فيه دابا انا بغيت شي حوايج اللي هما يعني في راه خصو يخدم راه وفي ضوء هذا الشيء راه هو اللي خصو يخدم معنا راه خصو يخدم معنا راه شار كل واحد عنده الدور ديالو راه لاعب بحال علاش ما درتوش هذا الشيء قبل سيدي هذا مجلس حتى يكون مدير مصالح راه كنديرو دابا راك علينا لا اسمح لي عليكم ديروا كدافع على الرئيس كدب واحد الشخص اسمح لي كندافعوا ولكن في نفس الوقت كنوجدوا المسائل لان علاش انا عندي خصني نعطيو الوقت لان ملي كنعطي الوقت للانسان عطينا الوقت ديال المهله وكاش عطينا المهله ولا شي حاجه عطينا المهله هذا الرئيس بقى كيدير بقى كيحفر ليا انا كيف زعما يحفر لي دابا وضحنا لا انا غادي نهضر معك شوف انا غادي نهضر بجور او غادي نهضر بصراحه كيحفر لي انا غادي الرئيس بدا انا يمكن شاف انا كنفسه كيمشي للدائره كيحول الرئيس غادي يجي جميع جمال مرور غنقول لي رايك مادام حنا دابا دابا شوف دابا عندي حق دابا انا غادي نقول كاين شي جهات غادي نقول بصراحه انا هذا الشيء عمرو ما كان وعمرو ما كانش عندي نيه ولا رئيس ولا بعد الطموح دابا من الان عندي طموح غادي نضرب على الرئاسه ديال 2020 الى بقينا حيين ولكن خدموا دابا حتى نوصل لا غير اسمح لي لا كنقول لك مليون بالجوع شوف غادي نمي نهار الساح كنستناو جمال يكون يعني كيفاش تنمية؟ تا هو زعما نخدموا في هذا الجو واش اسمع واش جاب لهذا الرئيس بالله عليك شنو جاب؟ راه شنو جاب؟ شنو الرئيس غايب ما كيجيش لا في حسابات لا معاه لا معاه ندير التنمية معاه ندير التنمية معاه من يدير التنمية اذا المهم البلوكاج راه كاين غادي يبقى سي جمال حتى دخل السلطه الوسطيه السلطه الوسطيه خاتمناها كتبنا لها في الاخر يعني ما جاوب ما يعني لحد الان ما جاوب الاول يجي استفسار للرئيس وصافي غيجاوب والمهم استفسار عندنا الاخر كاين المساطير اللي حنا ما كنحكموش فيهم داك الشيء شغل عمومه حنا حتى نتنصفوا سي جمال لانه حسوا بالغم بالغم الاغلبيه ديال الاعضاء ديال الدريوش تعاني لان علاش حنا باغي نخدموا التنميه ما بقيناش اللي يخدم معنا ما بغيناش ما كاينش اللي يخدم معنا واش حنا واش انت بالله عليك ذاك الاخر تسير يومي ساعتي قال لي زيد هذا دير هذا دير خص يكون عندنا التفكير شنو غادي نجلسوا نفكروا شنو غادي نديروا هاد الاربع سنين اللي بقى بحال اجي شراء قطعه ارضيه باش شريها فهمت في الاول كذب على الناس يعني كنت ناقشوها في الدوره تقول لهم باش نقول هذا كان مباشر ناقشوها في نفس الاول تسمح لي هذا مكتوب شوف هذا كان كاين مزيان هذا كان جاي وضحها في الدوره قول هذه الاخوه الكرام كذا كذا ها السيد هكذا غير كيلعب عليك اسمع هذه ما غاديش تسمع والو انا كيلعب عليكم غادي كنقولها دابا 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 كنقول ما نحضرش على ما فيه ما يستفز المواطنين الا جيت نقولها لهم وكندير راه كنشحن المواطنين مي تقولوا في الدوره راه هذه يعني انا كنعرف شنو كندير الا كاين شي معقول حنا راه ما كاينش معقول انا من الناس اللي كيفكروا نعطي الاستقاله كتفكر في الاستقاله لان علاش ما نكذبش على الناس انا ما نكذبش على الناس جينا نخدموا في الصالح العام وكنسمعوا في العمل ديالنا كنمشيو ندورو كاين فرحانين علاش حنا عقلنا بالفلوس ديال الدوله وخصنا نعاونوا الا حنا خدمنا بهذا الدروش حنا كنخدموا المغرب كامل الا كاين شي معقول حنا راه مع المعقول ما كاينش شي معقول انا غادي نعطي استقاله وماشي غير انا كاين مجموعه ديال الاخوان يعني يسمحوا لي اخوان ما نهضرش بالسميه ديالهم ولكن كي كنشوف يقدر يعطيو استقاله كاملين يمشيو يديروا الانتخابات هذا كاملين يعني انا اللي كنشوف ماشي كنقول لك يعني استنتاج ترتي واحد النقطه يعني ممكن ترتي واحد النقطه سي جمال انا من الناس انا من الناس المتحمسين يعطيو استقاله صافي الله يجعل بالنا ديمقراطيه لا دابا الرئيس واخا عنده المشروعيه القانونيه ما عندوش مشروعيه سياسيه فقد مشروعيه سياسيه يعني الا عنده الشجاعه باش يعطي الاستقاله ديالو الا ما عندوش الشجاعه حنا نعطيوه انا لحد الان كنهضر مع الزملاء اللي معنا في المعارضه عطيو استقاله من الناس اللي كيدعوا استقاله عبد الله كتفكروا في استقاله انا كنفكر فيها وكنروج لها كاين اللي يعني كاين اللي ما باغي ولكن انا كيبان لي ما نلعبوش على المواطنين نعطيو استقاله ديالنا يعني ملي كتعطي استقاله كتعطي ديك الساعه السلطه للمواطن باش يطلع الاخر اللي غادي يدير اجعل بارك يعني كنشوف الطريق الحقيقي اللي خصنا نشدو الى الرئيس ما بغاش يعطي الاستقاله لان فقد المشروعيه السياسيه ديالو وعنده مشروعيه قانونيه خصو يعطي الاستقاله وفي النظر ديالكم شحال انكم انتم كفريق المعارضه تخدموا استقاله حل علاش ماشي علاش حل يعني كتعطي شنو يستفد المواطن الاستقاله ديالكم
باش الاستخدام اللي كتهمك بعدا انت كشخص واللي بغا يستخدم، ولكن المواطن شنو انت تصوتوا عليك الناس وكذا ومن بعد تخدم الاستقاله. واش شفتي واش خدمه خدمه هذا راه شي راك مختلف معاه، ما تشوفش تقدر انك تقدم له خدمه وغيدخل في دوك الدوائر اللي انتم داخلين فيها المعارضه وغادي يجبد منها وغادي نرجع من الوضع السابق تولي الاغلبيه ما كاين لا تصويت لا والو والناس ما قالوا حتى شوف انا بعد القضيه هذه راه مغامره ولا مجازفه ولا استهتار بديك الثقه ديال ذاك المواطن اللي انتخب وحيح ودار صداع باش انه اول مره كاين معارضه قويه في المجلس تجي انت تقدم استقاله عاودوا انتخابات يطلعوا موالين تبقى الدوره ب 10 دقائق. لا واذا يقولوا على جمله واذا سمح لي جمله لا غير اسمع غير اسمع نورمال غير اسمع التفكير ديالك لا واش انا اخ سعيد علاش واش المواطن لا لا علاش ما نقولش انا نطلع الاغلبيه علاش واحد الهامش ما عندكم هذا النفق كاع مسدود كاع. شوف انا شوف انا باش تمروا شي حوايج يدوزوا مثلا في ظل هذا الصراع. شوف انا الرئيس عارف المسائل يعني اللي خلاتني باش ناخذ هذا الموقف ما دار ما يقول والو غير هيك غير شوف نطبقوا انا كنطلب يطبقوا غير الكلام ديال الجماعه لورغانيغرام يطبقوا علاش ما يطبقوش باش انا نقفلوا يعني ها بلوكاج بلور بلوكاج يطبقوا علاش ما يطبقوش انا اللي بغيت لا نتفقوا في الحوايج اللي اتفقنا فيه وندافعوا على الحوايج اللي اختلفنا فيه او ما خصو يبداو كي عنده القرار في يدو واش هو انت كتهضر معاه كتجيب راه كيقول له راك راه طبقت المسمار شنو الزباله طبقت شنو السبب يجي يبدا يخدم علاش شنو النواب اسمح لي اسمح هو كيقول كان خدام هو بالنسبه لي كيقول كان خدام يبقى شو انتم تحكموا ماشي انا اللي خدام لا انتم اللي داخل المجلس حنا راه كنشوفوا واش يقدروا الدوار انت مواطن طبعا كمواطن وكان الحدود لا عليك اسمح لي الرئيس اللي كيمشي امام الوالي وامام الحدود كيقول له حنا ما خصنا والو ما عندنا ردوش كيخدم واحد السؤال استجابات جاوبني واحد السؤال واش عندك كلشي انت واحد السؤال استجابات شنو العلاقه ديالك ما غاديش نجيبوا هنا الرئيس ولا نحاسبوا مع العلم يعني حنا كنرحبوا بالرئيس ولا بغيره باي واحد مرحبا في اي حوار مفتوح وبدون قيود شوف انا نحاسبوا هادشي اللي كيقول حتى هو يجي انتم كترحبوا به حتى هو يجي يقول العكس انا حنا ما كرهناش نجمعكم بجوج انا مستعد اي واحد بغيت نواجهه انا مستعد كرهتك دابا واحد الشرف فوق ما بغيتو وخا مدة. إذا السي سعيد هذه رسالة موجهة للرئيس البلدية السي محمد البوكيلي أن في لقاء تجمع ما بين الرئيس والنائب الثالث ماشي صراع ماشي فرجة ماشي ولكن باش نوضحوا الرأي العام أو باش نوضحوا المواقف ونوضحوا الواقع للرأي العام فقط هذا وربما الإعلام يساهم في تقريب وجهة النظر من خلال هذا الحوار إلا تم أو أنني شخصيا لا أرى أنه سيتم ولكن كل شيء سي جمال الى اين انتم ذاهبون احنا ذاهبون الى واحد الى مزيد من التصعيد على حسب الظروف اقول دابا البلوكاج غيستمر استمر على حسب الظروف اذا البلوكاج غيستمر اي كانت الدوره الجايه ولا شي حاجه مهم انا هذه بهذا قلت صراحه بهذا استهزاء بالقانون انا احضر راس حضرتك واش كاين شي جمال واش كاين شي حل راه ما يمكنش حل في ديال الرئيس يجي تشوف الرئيس كعرف الرئيس عارف شنو كنا كنناقشوا يبدا يخدم بعد يبدا يريحوا معاه راه عارف واش واحد المواطنين تتقطع انكم واش يطبق له الكاليغرام يريح معاه راه عارف وصوت له عليه دابا حنا كيقول لك التنفيذ ديال القرار لو الكاليغرام بديت ناخذ هيك الاداره نجيب مدير المصالح نديرو النواب اللي عنده شي خاص مدير المصالح كاين حنا ندور في النقطه راه حشومه دير في النقطه هذه علاش كاين ديما في النقطه ولا حشومه دير في النقطه هذه هذا تحسين حاصل اسمع هذا تحسين حاصل ويكون شرف لكم انكم انتم لا ولكن اسمح لي علاش هذا شرف هذا تحسين حاصل عندك الاداره ديال الاداره ديالك علاش هذا الاخر سي جمال انتم كاين تصعيد كاين بيناتكم تصعيد مقصور وشد الحبل كي تيقول انت صرحتي بان الرئيس والنائب الاول تيتدخلوا في المهام ديالك اللي الاختصاص ديالك هذا اعطي هذا صوت علينا اعطي هذا ما صوتش علينا واش انت تظن انك راك انت فعلا شاد الحبل واش هذه هضره هذا الكلام قالوا سي جمال شوف انا ما شادش الحبل
زعما قبل ما تدخل تدخلوا في المهام ديالك وذكرتي حتى حسنا وهذا انتخب علينا هذا ما انتخبش علينا واش درنا شي كاين شي كاين عطينا نموذج عطيني بالمعطيات والارقام انا غادي نعطيك واحد الاخر النائب الاول كيتسنيد الرخص ديال الضو تابعين للتعمير شو باي يعني صدق وعنده عنده 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 طفويل تسمح لي الطفويل كان عند الحاج حسن الحاج حسن عطيناه باش رضينا المخاطر ديالو كيفاش ملي كنا كنقسموا رضينا المخاطر ديال الحاج حسن عطينا له بانه راه حتى هو مسؤول في التعمير كان ما كيعطيش بالكفاءه لا لا قلت له الحقيقه انا كنهضر بالحقيقه السيد دابا حتى لقينا السيد كيسني الضو احتلال الملك العمومي واحد المجموعه ديال الناس تبع القطاع ديالي كيسني النائب الاول كيسني قلت له ما عندكش اعتراض ما عندكش ما عندكش موقف ديالك واش جبنا الموقف ديالنا ولكن راه انت كاين تمادي يعني داخل حتى في الاحتجاج داخل كلشي داخل كلشي داخل ثانيا كاين بزاف ديال الحوايج النائب الاول يعني تقريبا هو واحد الموظف هما المسؤولين الحقيقيين ديال الجماعه النائب الاول واحد الموظف زايد شي وحده من الانعاش تصور انت زايد شي وحده من الانعاش الانعاش كيسير الولا هو كيسال كيسير هما كيف الباديه حنايا النواب انا كنقول لك كنحمل المسؤوليه حنا غير ندوز صحاب لهم صحاب لهم صحاب لهم صحاب خاص مضافين صحاب لهم صحاب لهم يعني حنا غي يدوزونا انا كنرفع الراية الحمراء اسمح لي فين الى اين انا شوف صدق غادي نجي نزيدك لقيت بان اللي في المكتب كيحاربوني لان كيمشيو للدائره كيحاولوا ما يبانوا تما كيحاربوا تولا يبانوا ولا يدخلوا داك الشيء لا انا كنقول لك لا غير اسمح لي ولكن اسمح لي انا كنعرف الدائره انا كنعرف الحاجيه ديالها الا قلنا انا كنقول هضره هنا هما يمشيو يديروا انا عارف علاش قلتها مثلا شنو خصو يدار باش فهمت ولا يعني لدرجه ان السيد الرئيس كاين يحاول ما يمكن يمنعني ما نهضرش في ذاك الاجتماعات الرسميه مع الولي ولا مع العامل انا كنقول هذا انا كعضو انا كيحاول ما يمكن لينا علاش ما خصكش تهضر ما خصكش تبان يعني بغى هو تكون تابع هذه السياسه كي تيقولوا السياسه مضاده واحد النقطه اللي ثارت الراي العام ان في الوقت اللي كان اجتماع مع الوالي في العماله الرئيس تسلم وثيقه ديال تسليم 60 هكتار اللي في غارسيه شنو او طلب بها وعد الوالي انه غيتسلمها في ديك العشيه وفعلا سلمها الوالي شنو عرفتكم انتم اللي طلب 60 هكتار طالب بها رئيس البلديه شوف هو على علم ان راه جات في غارسيه شوف حنا ما تسلمنا ما عندناش هذيك غير هضره كتقال لا هذه تدخل بها الرئيس والمطالب طلب بها الرئيس والوالي قال له راه الورقه موجوده بس تحلم نسلمها ما ديال الورقه ديال الورقه جبد الورقه قال له هي موجوده ديال اسمح لي اللي طالب بها رئيس البلديه اسمح لي ذاك 60 هكتار تابعه النفوذ ديال التراب ديال جماعه الفرس مع علاقه الرئيس الرئيس بابا ما عرف شنو الرئيس في الوقت اللي كان خصو يهضر على المستشفى استكمال على توسيع شبكه واد النحار الشبكه ديال لاخور هو مشي كيهضر على واحد حاجه ماشي ديالو تابع الجماعه ديال المطالسه هذيك تابع جبهه التنظيم واش كاين شي فكره غيتم التوسيع مثلا ديك الجهه الا غادي يكون التوسيع كتكون في الدوره ماشي دابا انا براسي كنطلب التوسيع ديما كنطلب التوسيع اللي من البلديه صغيره وجمعه المطالسه جامعه في الوعاء يعني لا فقيره ما يعني عندها الدواور اللي بالراس صعيب يعني يستافدوا يعني كاين هالهوامش ديال الدريوش يعني كاين الناس التكتلات يعني سكانيه خصهم جمع النفايات خصهم الماء خصهم الضوء هذوك زعما انا عندي نضمهم ولكن ماشي في المناسبه كان الحراك السلطات الوصيه جات كتستمع يعني الرؤساء باش يجمعوا لهم يعني الهموم والمعاناه ديال المواطن واش المواطن بغى غير سير تابع جماعه مدارسه ولا بن طيب حنا ما عندنا مشكل ولكن خصنا التنمية الرئيس ذاك الوقت شنو كان خاص يقول يبكي الحاجيات اللي حنا كنا كنديرو انت دخلتي دخلت مع المسي ذكرتي انت ربما عوضتي او نبتي على الرئيس ولكن بالنسبه للتدخل ديالك كان اتفاق مع الاعضاء ديال المجلس ولا هذه مبادره شخصيه؟ شنو اتفاق؟ شنو من فوق؟ شنو اتفاق؟ يعني حاول مع الوالي لا مع واش مع الوزير الداخلي ولا مع الوالي؟ انا وزير الداخليه. انا وزير الداخليه السيف باش حضرت رئيس مجموعه الجامعات، ما حضرتش باسم نائب رئيس المجلس. دخلت باسم رئيس مجموعه الجامعات. ما كانش التنسيق يعني مع الاعضاء. اسمح لي انا رئيس ديال مجموعه الجامعات، دخلت باسم الاخر الجامعه الجامعه اللي كانت راسها، ما حضرتش باسم سي جمال باش ما نخرجوش شويه على الموضوع لان
صلب الموضوع هو الدورات العقاله ديالها البلوكاج الى غير ذلك. انتم قلتوا انكم مستمرين بلوكاج. حنايا مستمرين حتى تقاد الامور. واش ما كانت شي جهه كتوقف موراكم؟ اش من جهه؟ كنسول. انا ما محتاجش حتى شي واحد يوقف موراي. مزيان. كيفاش انه يعني جمال فجاه ولا مع واخا قلتوا انك انت والاخت حسناء حنا خيار ثالث. خيار ثالث ولكن كنشوفكم يعني واحد العلاقه يعني نقولوا حميميه مع المعارضه. ولكن غير اسمح لي. لا راه غير اسمح لي. يعني بحال انكم يعني وليتوا يعني سر على عسل يعني في ظرف مع العلم ان الناس كانت هناك يعني تراشق. ولكن غير اسمح لي. وهذه ماشي تراشق، هذه المصلحه. شوف ماشي تقول لي انت انا كنت منافس شرس للاخر للرئيس للاخر ولا الباه كاين ولا ما كاينش. كنت ياك علاش مشيت؟ انا ساندتهم بغيت نخدم المصلحه. انا ما عنديش، شوف عندي المصلحه ديال الديموقراسي هذا، انا ما عندي مشكل هذا ولا هذا. السيد الرئيس الاول قال لك انا باغي نخدم المصلحه، مشيت معاه. ولكن ملي لقيت ما كاينش مصلحه، هاد الناس كيبانوا لي في الدورات ولا في الاخر، معقول هاد الناس اصدقاء ديالي اللي في المعارض؟ انا كنقول ولكن كنشوف ان كاين حمايد مباشره قول بعد الخروج او الانتخاب او ما كاينش. حنا لا خيار ثالث كنسموه، راه خيار ثالث. لان علاش متفقين على واحد الاخر يعني بغيت تقولوا كتجمعكم المصلحه. مصلحه حنا باغي المصلحه. اسمح لي باغي المصلحه والاستقاله والسعيد هي مصلحه. لان علاش باش نوقفوا الامور في الاخر ديالنا. غادي نعطيك غير واحد الا عليك. دابا حنا هذا الانعاش باش يفهموها الناس الانعاش، راك خدام الناس كيخدموا ما خدامينش. عندنا غير داك البارك تما فيه اربعه كنا يجيبوا واحد. واش هذه خدمه؟ يعني كاين يعني عناصر في الانعاش كيخدموا ما خدامينش هكا كاينين. راه تما في كيجيو تاع السوق تجمعوا انا هو الدور ديال مع المبادر. انا حتى ولكن هذا النص عام راه ماش مسموح عليها. انا غادي نجود، انا غادي نجي نقول كيخدموا ما خدامينش. شوف البارك قالوا لي شي اربعه ولا دابا كنسمع ما عندناش حتى اللائحه ما تعطلناش. نسمع نزيد غادي نزيد. كتمشي للبرك دابا ما تلقى حتى واحد. يقدر تذكرنا بعد ماشي الاسماء. كانش ما بغيناش نجرحوا حنا الناس. لا كانش معاك. لا كانش معاك. ولكن شوف كانوا شي احد مثلا. شوف عندي هنا اللائحه ولكن كنتاكد منها. لان امور خطيره. الناس اللي كافئوا الناس اللي عاونوهم في الحمله الانتخابيه. انا كنقول نهضر للواقع. اسمح لي. حنايا الاجر مقابل العمل. واش البرك خصنا نديرو واحد؟ باش ملي كتقرا لايس كتلقى تما ما كاينش روح حتى واحد غير الانعاش اللي مشاو عنده هذا دار معنا حمله دخلوا. اسمح لي هذا راه هضر مال العام هذا المال ديال الاخر. انا ملي كنجي الاخر جي نهضروا المعقول. عندنا الانعاش عندنا 65 مليون. البلان اللي كنا كندورها كنا كنبريباريو الميزانيه لان الدمج خصنا يكون فيه كارت مال الاخر ما يضروا فين راه. انا كنحشم والله الا كنحشم دابا نمشي للشارع. سي جمال حتى القضيه ديال هذا الانعاش هذا في الاول ربما كانت مبادره من المكتب وزع ذاك العمال ديال الانعاش حسب الاحياء. كان مثلا هذا الاحياء الهامشيه لان تنعرفوا حنا المعارضه كان جات من الطريق الهجي يعني المناطق الهامشيه كانوا تيوزعوا تما بالتوزيع يعني بالتساوي العمال ديال الانعاش وتنظفوا. حاليا ملي وقع الاختلاف ما بقاش تيدور شي واحد. ما كانش توزيع. هذوك سائنه هذوك كانوا كيمشيو يجيبوا كانوا كيمشيو باش استماله ذاك الاعضاء اللي يجيو عندهم. اسمح لي واش عامل الانعاش غادي يستمر السكينه؟ راه الرئيس رغم اللي يدور في الفريق يبغى يديروا استماله ذاك النواب ذاك الثلاثه ذاك الاعضاء باش يبقى كيعطوا لهم الانعاش. الله يرحم والديك. دابا مازال السي سعيد شنو كاين؟ شنو كاين؟ شنو كاين في المخ؟ عجاله غنطرحوا بعض الاسئله الموجزه ونشوفوا الاخ جمال باش يجاوب عليها. ربما عندك شي حاجه. تفضل. اخ جمال يعني المجلس يعني حاليا البلوكاج الى اين؟ يعني غدا انا غادي الرئيس غادي انا اللي كنعرف غيستدعيكم من جديد ويجي لكم دعوه باش تحضروا. انا في هذا الظروف اللي كنقول لك هذه انا ما حاضرهاش. شنو الظروف اللي غتخليك تحضر؟ ها؟ شنو الظروف اللي تغير شي ظروف؟ بعد على الاقل يصحح بعدها غير في القانون ديال الدورات بعدها بالقانون ديالها. تيقول لك بان راه انتم باغيين تعرقلوا باغيين توقفوا هذا الشيء وتتسناوا عندكم امال يدخل السلطات العليا ودير شي قرار. حنا ماشي حنا خص نطالبوا باش تدخل لان حنا ينصفونا. حنا ما تنصفناش. واش ما تتشوفوش انكم تتحلموا تطيحوا الرئيس وتولي انت رئيس؟ واش ماشي هذا؟ شوف انا ما كنقولش لي رئيس. انت ولا واحد اخر؟ ما كنقولش انت هذا. شوف هذا حق مشروع. علاش شو انا علاش انت هذا ما يوليش رئيس وانت ما توليش رئيس؟ اسمح لي حنا دابا ما كنهضروش على الرئاسه. الرئاسه باقيه ما جات. حنايا كنهضروا على المصلحه العامه. حنايا باغيين المصلحه العامه تحقق.
والرئيسي هذه السياسه باش ماشيين دابا بعيد على السياسه العامه على رفع المصلحه العامه. شنو غتقولوا لدوك الجمعيات اللي ما شدوا حتى ريال والطلبه الموسم جاي وما نعرف يقرا ولا ما يقراوش؟ انا هذا الملف ديال الجمعيات عارفين منو ما جاوبش عليه. ما كاينش معايا تدري واحد لا ما كاينش شي حاجه كنا غنسولك عليها وكانت في الذهن ديالك كتفكر فيها ما طرحناش عليها السؤال، كانت شي حاجه هكا مثلا ولا درنا الا في الجامعه المهم راه هما داكشي اللي خصك تقول راه تقال ولو انا خلينا الكثير ولكن ما غاديش تكفينا اربعه ولا خمسه السؤال حتى يوم كامل. الاخ حسن من بعد اذا الخوت هذا كان حوار مطول مع الاخ جمال مروان النائب الرابع الثالث للمجلس البلدي بالدلوس. نتمنى ان من الفريق الاخر للرئيس او اعضاء مكتبي ياخذوا واحد الخطوه ويقبلوا واحد الحوار معنا من اجل توضيح الراي ديالهم والنظره ديالهم وتوضيح الوضع العام داخل البلديه اللي ساكنه. طبعا قبل ما نختم نخلي كلمه للاخ سعيد. شكرا الزميل حسن بلال مدير موقع دريوش اليوم، شكرا جمال مروان على رحابه الصدر وعلى الاجابه الفوريه وبدون تردد وبدون قيود وبدون لغه خشب. مشاهدينا مستمعينا الكرام شكرا لكم حسن الاصغاء والمتابعه، وكما قال الزميل حسن بلال نوجه يعني الرساله للراي الاخر لاسماعيل للمشاهدين والزوار. شكرا لكم والى اللقاء. شكرا.